ككل عام انطلقت مسيرة الأول من أيار التقليدية لتجوب شوارع مدينة الناصرة والتي دعا إليها الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية والشبيبة الشيوعية، مشاركة غفيرة من كافة البلدات العربية وأيضاً من أوساط القوى اليهودية التقدمية، والذين جاءوا ليؤكدوا أهمية هذا اليوم ورسائله الطبقية. ما فيش ديمقراطية يمكن تكون بإسرائيل بدون تخطي الشعب الفلسطيني، لن يمكن تخطي الشعب الفلسطيني ولا بأي خطوة عمليا من كل هذه الخطوات تجري في المنطقة. رح يضل شعبنا هو الشعب الواقف بأرضه بوطنه بكل أماكن تواجده، لكن هو شعب حي. أنها جاءت ردا على عدوان عناصر البوليس على مقر الحزب الشيوعي والجبهة في الناصرة لإنزال الأعلام الفلسطينية والحمراء، وقلنا لهم يومها أن الرد سيكون جماهيريا مجلجلا، ومن شاهد المسيرة رأى أن هذه المسيرة الجبارة تحولت إلى بستان من الأعلام الفلسطينية والحمراء. بخطابات حملت عدة رسائل سياسية ووطنية وطبقية، انتهت المسيرة في منطقة عين العذراء في مدينة الناصرة ببرنامج خطابي ألقيت فيه عدة خطابات أكدت على أهمية الوحدة الكفاحية ضد الاحتلال والفاشية. أعتقد بأنه هاي المسيرة أولاً وقبل كل شيء رسالة واضحة ضد الاستغلال للعمال، ضد النظام الرأسمالي الذي يتضح أكثر وأكثر، خاصة هذه الأيام عندما يأتون بميزانية الدولة للكنيسة لإقرارها بكل ما تحمل من ضربات، من غلاء معيشة، من ضربات للأجور. ولكن بالإضافة إلى ذلك تكتسب هذه المسيرة رسالة خاصة تقول سيبقى العلم الفلسطيني مشرعاً وسيبقى عالياً، نرفعه وندافع عن رفعه حتى يتحرر شعبنا الفلسطيني من الاحتلال. المشاركة الواسعة اليوم في مسيرة أول أيار تحمل دلالتين، الدلالة الأولى هو تلاحمنا مع العمال وأننا جزء منهم، والدلالة الثانية هي رد على حكومة بن غفير وحكومة اليمين بقيادة نتنياهو أننا جزء من الشعب الفلسطيني. وإحنا كل سنة بنحيي هاي النشاط وبنعمل هاي النشاط لأنه جدا مهم نتضامن وجدا مهم نضلنا على عهد وما ننساش إنه إحنا دائما موجودين مع هذول العمال والفئات المستضعفة كشبيبة شيوعية. عاش الأول من أيار، يا عمال العالم اتحدوا. بهذه الشعارات وغيرها جابت مسيرة الأول من أيار شوارع مدينة الناصرة رسائل إنسانية وأخرى سياسية دعت إليها المسيرة، مؤكدة ضمان البقاء الفلسطيني على هذه الأرض في مواجهة الاحتلال. خليل أديب، قناة المساواة، مدينة الناصرة.